حنا غادي نمشيو نشوفوا هاد لاغير سيكولوجي مع يونس جوده اون ديريكت دوبوي لا تونيزي. عيشوا شغف الرياضه مع الخطوط الملكيه المغربيه. قالك برافو عز الدين عمار هذا هشام هلال باريس ام اس سور لو لايف ستريمينغ. حنا غنمشيو عند يونس جوده باش بعدا نسولوه كيفاش دايره القضيه, لانه الهضره بزاف ديال الهضرات تقالت نوطامون على هاد لا فينال, على الجمهور ديال الوداد في لي ريزو سوسيو, كاين هاد لا غير سيكولوجيك اونتر لي ديفيرون سوبورتير. يونس مرحبا بك معنا. صباح النور حميد, صباح الخير عليك وعلى الاصدقاء كاملين في الاستوديو. شكرا, صباح الخير يونس. كي دايره لامبيونس الحاله في تونس اكوا 2 3 جوغ دو سيت فينال ديال الشامبيونز ليغ, اش يمكننا نقولوا هذا الصباح للجماهير ديال الوداد اللي باغا تمشي لتونس؟ وي حميد, يعني لا فينال باديه من مطار محمد الخامس, مني يعني كان ديبلاسمون البارح مع الجماهير ديال ليسبيرونس بقاو في المغرب بعد الفينال اللي كان الجمعه اللي فات, والبارح كي عاود رجع ويجي حتى مع الجمهور ديال الوداد, مع الجماهير ديال الوداد اللي تيدار ديبلاسمون البارح حتى في المطار الدولي ديال قرطاج, يعني كان الامن يعني دخل باش فرق بعض الجماهير ديال ليسبيرونس مع الفريق مع الجماهير ديال الوداد, يعني ما خلاهمش يديروا ذاك الامبيونس اللي ماشي كيديروا كيخديو الاغاني ديال الوداد, عكس الشيء اللي شفناه حنا في مطار محمد الخامس, يعني الجماهير ديال ليسبيرونس واخدين راحتهم تيغنيو عادي ترونكيل فرحانين, مع دخلنا حنا المطار ديال قرطاج الجماهير ديال الوداد بدات كتغني حتى هي الاناشيد ديال الوداد ديال الوداد, وما دخل الناس ديال الامن ديالهم في السوق ما كاينش هذا الشيء, هذا دخل حتى الناس ديال المطار باش انهم كما كنقولوا يعني بدا الديربي في المطار, من بعد منها كان ديبلاسمون للوجهات ديالهم, لانه كاين مجموعه ديال المدن اللي فيها الجماهير ديال الوداد الرياضي, منها الحمامات اللي غينزل فيها فريق الوداد, كاين اللي فضل انهم يمشي لسوسه, كاين تخوف ديال الجماهير بانهم ممكن انهم يعني يواجهوا مضايقات. الوغ يونس كاين تخوف ديال الجماهير, وانا خايف حتى على الفرقه, لانه شفت في لي ريزو سوسيو في تونس بانه بداو كيعطيو السميه ديال لوطيل ديال اللي غادي تجلس فيه الوداد, دايرين غاسومبلومون باش يمشيو لا في د الماتش في لوطيل بالليل, يبقاو يديروا الصداع ويديرونجيو لا ديليغاسيون ديال الوداد, واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ كاين حميد كاين, يعني انا كنت مع السيد دريس السنه هذا هو اللي ريسبونسابل للرحلات ديال الوداد, هو تدير ريزيرفاسيون لا ديال المطار لا ديال الطيار لا ديال لي زوتيل, انا ما بغيتش نعطي السميه ديال سميتو ديال لوطيل, وما بغيتش نعطي حتى الاصدقاء الصحفيين, باش انا قلت لك ما بغيناش لا نفوت خروج وتوصل الجمهور ديال ليسبيرونس, فكنتفاجئوا الجماهير اللي كانت جايه معنا في المطار في اخبارهم لوطيل اللي غادي ينزل فيه الوداد وعارفين المدينه. اهدر مع هاد السي سمي قول لي مي اتون فين ساكنين, قول لي هذاك السيد اللي غايدير عندهم لا ريزيرفاسيون في لوتيل ديال لوتيل في تونس, إلي سوبورتير دو الترجي, أول حاجة غايدير غايدير التليفون غايعيط لصحابو لعابة صافي, قول لي علاش ما تقولهاش لي أنا؟ يونس غير هو على كيفاش متخوف, هو باغي شي يخرج لهم اش غيخرج لهم هذيك اش اون إيكيب كلها غاتجلس وي مي سي با بوسيبل, اون إيكيب كلها سي غرو سي غرو جاية هذاك جاية بالبوليس غاتدخل لوتيل توقف مع يونس ما بغيناش نعرفو يونس معك عز الدين ونسيت مراد اسمع الجمهور ديال الوداد يمشي بات قدام لوتيل فين ساكنين توانسه تا هما غالبا فوالا تا هما هادوك يطبلوا هنا والاخرين يواجبوهم الجهه الاخرى الجمهور ديال الوداد خصو يمشي يدير السياحه ويخلي التشجيع حتى لوسط التيران, جمهور الوداد بغينا يرجع سالم, ما بغيناش عاوتاني نصيفطو بريزيدون يمشي يخرجهم يمشي يخرجهم من الحبس, راه عصام جمهور الوداد خصو يمشي يشجع في التيران, شي جيب لينا كوب تو كخوا كو تي كونسيتويان سونت اون سيكوريتي اجوردي؟ انا بور موا وي بيان سور, الله يا ودي انا بالنسبه ليا سون في المطار كنا اغنيه جمعتهم البوليس قال لهم سكتوا, تو كخوا كي سون سيكوريتي؟ لا لا سامح لي سون دون ان بيي فخير مانيفيك, بو دير لا فيريتي كي اكويي دي مليون. Tu hésiterais de partir en Tunisie? Je m'en de ton pays frère.
مشى لدار البنزر تيفسوسه الى في دي مناس دو مور الى مي لا سامح لي هادشي ما شفتو في فيلا انا شفتو كنقولها لك لا وانت فاش شفتي انا شفتو في انترنت شفتي في انترنت شوف لي فوروم دي تونيزيا ملي كتشوف ملي كتشوف لا باج ما بقاش انت متبع داك انترنت ملي كتشوف انت عليه ودي منك ملي كتشوف ملي كتشوف لا باج دي زوترا تونيزيا كنتبع داك انترنت ملي كتشوف لا باج دي زوترا تونيزيا اسمح لي اسمح لي لا والله ما لا والله ما انا زاني تونيزيا والله ما غدوي ملي يونس دقيقة أخويا مني كتسمع لي تونيزيان كيتوعدوا على الجمهور المغربي ومني كتسمع حتى ديكلاراسيون اوفيسيال من عند السلطات الأمنية التونسية كتقول لك مرحبا بهم وبوما يا دونج لا اسمح لي البارح القنصل ديال المغرب مشى دار خدمته مشى جلس مع وزاره الخارجيه ديال تونس ما فينا والو كومينيكاسيون مثل نورمال مثل بخيك ماشي واحد يخدم ديك البرطال الزرق اما بسميتو هذه تولي عندك هذا وندير وبلاد السيبا تونس لا سان بي كوكرينو سيكوريزي سان بي سيكوريزي ما خرجوا يديروا صداع ما خدروش علاش ما خدامش يغنيو علاش ما خدامش يشجعوا فمني وصلوا ما وصلوا وانت دوزيتي اون ميم تو سي فو بليز هو كيقول خصو يمشيو للمطار ديال توانسه بالليل لوطيل ديال توانسه بالليل يديروا الهراج لا 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 كيقول لك بلاصه عسام قلت لك الا مشيو هادو tu parles dans de quelle année دابا زيد ايطالي خاص المغاربه يمشيو لوطيل ديال توانسه يديروا الهراج تقول لي لا كيفاش عسام صافي لا ما خصهمش يديروا هكا هشام ensuite remettons les choses توانسه ما خصهمش يديروا هكا وي كليرمون علاش ما قلتيش توانسه حتى هما حتى ما خصهمش من الاول Remettons les choses dans leur contexte, Hessam. C'était en quelle année où ils ont refusé aux supporters Ouidadi, tu dis, de chanter? C'était en 2011. Là, tout de suite, à l'aéroport, ils viennent de le dire. Mais c'est un lieu public, c'est les voyageurs. C'est un lieu public. On a quelqu'un à l'aéroport. C'est un lieu public. On a quelqu'un à l'aéroport. Ah, c'est ça. On peut faire confiance. Pardonnez-moi. On peut faire confiance aux autorités tunisiennes. Bien sûr, des gens qui connaissent tout ce que j'espère. Maintenant, les réseaux sociaux où ça devient du n'importe quoi. C'était une manœuvre. Attention, et je pense que Tarji, d'ailleurs, ils n'ont pas surenchéri par rapport à leur communiqué parce qu'ils ont dû être rappelés. Ah, le club qui dit que je me rends bien les dirigeants qui ont été rappelés. يدير هادشي ديال الجر ترجي كتهيش كونتر الجمهور المغرب مي فوزي دي بولا فو فيت اكسبري راه نو دو نو كونسيتويا دواف افوار اون تري بون اتيتود اي دواف افوار اون اتيتود اي ريسبونسابل كوم توجور فوا طان كو بور سو ماتش سمعتي جو داس بون ريسبونسابل اي سام سمعتي جو داس سمعتي جو داس شنو قال سمعت جو داس قال لك دي سوبورتير ديال تونس وبقاو من نهار الماتش حتى لدابا وداخلين عاد داخلين وكانوا خداو العصا ماشي اللي مشيو بشحال هادي ماشي حنا كنعرفوه راه هما كيعرفوا الناشطين مع الوداديين ودوزي الكوجي اسف حتى جودا كسيد كيضحك سي فغي جودا كيضحك واش هما تياخذوا العصا وجالسين وضربونا ضربونا حنا جالسين زيدوا عطيونا العصا عجبنا العصا ديالك واش هما كيش اكسبيك سا ولا اكسبيكاسي برافو لي جوج الوداد لانه ايفيكتيفمون سيتي كبر بهم وفطروا خوتنا التوانسه اون بو ساتوندر اسكو حتى الجماهير التونسيه بوغ واحد العدد منهم يديروا لا ميم شوز مع الجمهور ديال الوداد ما كاينش علاش لا بالعكس جوده عارف دينا بشي كيما قال حميد يعني الجماهير ديال ليسبيرونس يعني عدد كبير اللي بقاو في كازا وبقاو في المدن المغربيه ويلاه بداو كيدخلوا غير المشكله كاين راه كاينه غير بين لي زولترا بعض لي زولترا بعض ديسيلي يعني راه ما كاينش مشكل حتى من الشعب التونسي تيقول لك ماتش عادي غنتفرجوا فيه حنا بغينا ليسبيرونس كاين اللي مع الوداد كاع الجمهور ديال ليطوال ولا ديال الكلوب افريكان يعني الكلوب افريكان فوالا سيرتو كلوب افريكان يعني مع الخطرات اللي الامور تاخذ اكثر من الحجم ديالها غير هو راه كاين هذا الموضوع هذا ديال بعض الجماهير ديال او لي زولترا ديال ليسبيرونس ديال الفيسبوك هادوك هادوك المعصبين هادوك فئه معصبه كتخاف ديال الفيسبوك اللي عنده 15 الناس تابعينو فوالا داك الشيء يعني خارجين على الكره ما بغيش يتفرجوا في الكره عندهم شي حاجه احتفالات بيناتهم هادشي اللي كاين واش كيقولوا اش كيقولوا قبل ما تعطينا الخبيرات على فريق الوداد انا شفي كوغي دو سافوار اش كتقول اش كيقول الشارع التونسي على لي ديكلاراسيون ديال سليم شيبوب فوالا الموضوع هذا اللي صار في مجموعه ديال الرجال انا البارح كنت واحد الحلاق هذا تونسي وكيموت على ليسبيرونس قلت لي زعما رياكسيون ديال شيبوب راه بينا جبنا كاين شي غموض في الماتش ديال الذهب
قال لك لا كونكو هذاك السيد راه عنده مشكل مع الرئيس الحالي وبغى يشوه غير الصوره ديالو. المهم يعني ما رضاوش ما تقبلوش ما تقبلوش الهضره ديالو. قلت له توقف، قلت له توقف ديال جهاد جريشة. قال لي لا ما كاينش ما اثرش على النتيجه وصافي هو سار الكارير ديالو. يعني كيوقف كيبقى كيحكم حنا ماشي سوقنا. المهم وحنا جبنا تعادل منتظر يعني جودة. هادشي تحسنتي ما كيدخلوا من الضغط قبل من الحسنه. ماشي قبل من الحسنه الحسنه واش دار الماء قبل ما يحسن الحسنه بلا ما من بعد واش بنتي انت صاحبي كتقول لها الهضره هادي خاف على الودينات. لا 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 دونك ايفيدامون بوكو دو موفيز فوا. كيفاش سي جوده مشيتي ما محسنش؟ يا الله لا هذا صح هذا صح هذا صح خويا حيت خويا كان هنايا في معك يا لا مرحبا صاحب خويا هنايا وجيت ودويت معاه وفهمتي بغيت يشد فيا شويه نزق تاني وندور عليه الطنطا. نهضروا شويه على 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 الوداد لا ديليغاسيون ديال الوداد. لا ديليغاسيون ديال الوداد البارح طيفطوا جوج من المسؤولين ديال الوداد جاو سبقوا الوداد الرياضي وجاو معايا الاختيار انا مشاو ديريكتومون للحمامات باش انهم يوقفوا على هذا الموضوع ديال علاش كانوا خصهم يغسلوهم؟ نعم كانوا خصهم يغسلوهم. تقريبا حميد راه يعني لو بخي دو سني ديال واحد 2800 درهم غادي يتفرجوا في الماتش ويرجعوا بحالاتهم لو ميم جور. جمهور الوداد باغي يكون هنا حاضر بالنسبه ليه. ايضا حتى التواصل ديال اداره الوداد مع وزاره الخارجيه ومع الناس ديال السفاره هنا باش امور تقريبا 2800 درهم كدير لها لي غوتور في لا جورني للجمهور وفيها البيت التيران بيان سور في الباسبور فيها البيت نورمالمون تدخل فابور بالباسبور ولا حيت هادشي اللي درنا مع التوانس هنايا نورمالمون حنا وجدنا لهم 5000 بيه كانت 5000 هما جاوا تقريبا شي 6000 والفطور 7000 ممكن نقول تاع والفطور تا واجد سا ديبون فطور لا لا شفت لا لا شفت شي وحدين تيفطروا هنا اون افي دي فوتو سي فري شفنا الوداد ديال استقبلوهم مزيان وداروا لهم الفطور وديك الشيء زعما كومان كانوا صور اللي كتبين العكس ديال الهضره دابا اللي كنشوفوا الضغط اللي كاين غير وي بين بين جمهور ديال اكسبيرونس صور وصلهم الصاد ديال الفينال الغياب ديال ثلاثة ديال الأسماء بن شريفية الدوادي وأيضا غيلان الشعلالي عارفين القيمة ديال هاد اللعابة وبداو شوية كيتخوفوا كيفاش ممكن يدخل معين الشعباني في هذا الماتش يعني بداو كيقولوا شوية على التكليف ومخلينا الأمور ديال الجمهور وكذا وكيقولوا شكون اللي غادي يدخل مش عارفين راسهم غادي يخسروا إن شاء الله حسوا براسهم ياك حاسين براسهم غادي يخسروا لا حاسين مستعجلين غادي يخسروا اسمع أنا كتحس يونس كتحس بالضغط عند خوتنا التوانسة مخلوعين شوية شوف الا شتي بنزرتي الا شتي بنزرتي قول له عيط لي فهمتيني قول له عيط لي راه خصني نعطيه التشكيله يونس قول لنا واش حسيتي انت بانه ايفيكتيفمون عند تونيزيا راه القضيه مازال ما مربوحاش راه هذيك واحد لواحد راه مازال اللعب غادي يكون في فراديس وي وي هما تيقولوا تبانوا الماتش ديال الذهاب خلاو ليسبيرونس خلاو فيها الفرصه ديالهم يحسموا في اللقب لانهم كانوا كيتوقعوا بانهم كيفاش مشى الماتش كانت عندهم الفرصه باش يقتلوا واحد بجوج وكانت عندهم الفرصه حامد واحد واحد يعني تفاجئوا حتى كيفاش الوداد يعني جوج نقطه كيفاش ناقص واحد وقدر كيفاش الماتش التعادل وكان قريب باش يماركي بالثاني لولا النجم ركز في هذيك الكره عارف انه الماتش صعيب وكيرجعوا ديما الماتش ديال جوبونس ديال 2012 مع الاهلي اللي كانوا داروا واحد واحد على اكستيريور وخسروا مع الاهلي المصري بجوج في ملعب رابس الموضوع اللي انت عليه الملعب راديس هو مقلقهم شويه. قال لك اسيدي هذاك التيران ديال راديس غادي يريب. الوغ جوستومون انا جي في لا فورماسيون بان فيه شي شقاقي التيران ديال راديس ولكن باش على هذا الشيء لا فوتو كتخلع ياك لا فوتو كتخلع ولكن الوداد طلبت ان التيران يتبدل بور لا سيكوريتي دي سوبورتير اي لا ديليغاسيون ديال الوداد. اش كنا نقولوا على هذه القضيه يونس؟ هو يا حميد يعني الناس هنايا على الموضوع ديال راديس باغيين يحضروا بعدد كبير وطلبوا من الناس ديال الامن باش انهم يسمحوا لهم ويرخصوا لهم باش يكون تقريبا واحد 50000 حتى 45000 مناصر. كنعرفوا حتى في الدوري التونسي راه ما تيكونش هذا العدد لانهم دائما تيعطيهم واحد العدد ليميت يعني باش يحافظوا على النظام
باقيين يعني حتى المخلفات ديال الازمه ولا الازمه ديال الامن اللي كانت هنا في تونس راه باقا كنشوفوا باقيين كاين اللي بارو في الطريق باقيين الناس ديال العسكر في بعض النقاط واقفين يعني كاين الجمهور ديال تونس ديال ليسبيرونس يقول لك بانه غير كما كنقولوا يعني غير سبب اولا بغي يديروا سبب باش ما يعطيوناش ذاك العدد اللي بغينا يكون حاضر في رابيس يعني غير هذا بالنسبه للموضوع ديال الشق اللي كاين يمكن في مدرجات ديال رابيس هما ما كيفاش كيشوفوا الناس ديال ليسبيرونس اللي طالبين باش يكون واحد 50,000 مشجع في الماتش ديال الفينال هما ما بغيش يعطيو هذا العدد الوداد من حقها تقلب على الملعب اللي كان فيه ويكون ايضا مأمن للجماهير الوداديه فهنا الاعلام تعاطى مع الموضوع بطريقه هذه تقول لك بانه غير الناس ديال الامن تيكذبوا ولا تيعطيو واحد يعني واحد السبب باش انهم ما يعطيوش هذاك الرقم اللي باغي الجمهور ديال ليسبيرونس يكون حاضر ولا الجمهور التونسي بصفه عامه لانه يكون حضور جماهيري كبير ملعب رادس تبقى من الملاعب اللي غادي تستقبل هذا الماتش بنسبه كبيره جوز ديال المدينه الجمهور ديال الوداد يعني والاخبار اللي عندنا غادي ينزل في مجموعه ديال المدن منها الحمامات منها سوسه خصوصا سوسه اللي فيها يعني ذكريات ديال جماعه ديال الوداد الرياضي عندها ايضا علاقات مع بعض الجماهير تما كاين ايضا سيدي بوسعيد غير تونس يعني راه قريبه من بعضياتها راه يمكن ابعد بلاصه راه جوج سوايع على الملعب ديال رابيس يعني ما كاينش واحد المسافه البعيده اللي ممكن انه بنادم غادي ياخذها ما بين تيران ولا ما بين تونس العاصمه ومدن اخرى بحال كما قلنا بنزرت اولا بوسعيد او مجموعه ديال المدن اللي كاينه هنا في تونس الحمد Très bien, Younes Jouda, choukran lek ti manam mubasharat men tounsoun Jouda qu'on retrouvera évidemment tous les jours d'ici à la finale.